احنا سعيدين اليوم باستضافة وفد رفيع المستوى اقتصادي من هونغ كونغ. الوفد طبعا يهدف الى التعرف على امكانيات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وايضا استكشاف الفرص التجارية وسبل التعاون بين المجمع وبين القطاع الاقتصادي في هونغ كونغ. اليوم نحن اطلعنا الوفد هذا على افضل الممارسات في قطاع التقنيات اللي نحن موجودة هنا، وايضا الفرص الاقتصادية والتجارية اللي هي نسعى من خلالها الى توطيد اتفاقيات جديدة مع الجانب من طرف هونغ كونغ. احنا سعيدين باستضافة هذا الوفد اللي هو جزء من زيارة فخامة حاكم هونغ كونغ لدولة الإمارات، ونطمع إن شاء الله إلى دعم التعاون الاقتصادي بين هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة.